الإنسان يبتلى في هذه الدنيا بأنواع من المصائب، إما في ماله أو في نفسه أو في أهله أو في بلده. والمطلوب من المؤمن عندما يبتلى بشيء يكرهه في شيء من شؤونه أن يستعمل الصبر، فالصبر من أعظم ما يعينه على تجاوز المكروهات، ويحصل للإنسان به الأجر العظيم والثواب الكبير والإعانة من الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: استعين واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر عون للإنسان على تجاوز ما يكره وعلى بلوغ ما يحب، كما أنه باب عظيم من أبواب الحصول على الثواب والأجر، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.